الجزائر وفي المنطقة العربية كلها، واحد من نجوم الكرة التونسية الكابتن حفيظ دراجة. يا كابتن حفيظ برحب بحضرتك. يا مرحبا كابتن، اهلا وسهلا، واهلا وسهلا بكل المشاهدين الكرام، سعيد جدا بالتواصل معنا. طبعا شرف لينا، حضرتك مشرفنا منورنا، وطبعا رأي حضرتك الفني في القائمة النهائية لمنتخب الجزائر وأيضا في فرص منتخب الجزائر بفوز بالبطولة الأفريقية في مصر 2019. والله أولا القائمة عموما متوقعة من طرف الفنيين ومن طرف المتابعين في الجزائر. الحديث عن الحظوظ في الفوز او المنافسه على الفوز سابق لاوانه، ولكن خليني اقول لك بانه للمره الاولى منذ سنوات طويله جدا منتخب الجزائري سيخوض بطوله من دون ضغوطات كبيره جدا، من دون ضغوطات لا ذاتيه ولا خارجيه، لا اعلاميه ولا فنيه، لانه خرج من ظروف صعبه مر بها في الثلاث سنوات الماضيه، خاصه منذ خروجه من مونديال روسيا 2018 مع تغييرات في المدربين، تغييرات في اللاعبين، حلحله كبيره على مستوى الاعلام الجزائري. اعتقد منذ مجيء جمال بالماضي مدرب جديد للخضر الامور تحسنت كثيرا من الناحيه المعنويه، من الناحيه النفسيه، من الناحيه الفنيه كذلك لاحظنا بانه فيه تحسن كبير. اللاعبون سيخوضون هذه البطوله من دون ضغوطات، وانت كابتن وتعرف لعبة الكره، لما تخوض بطوله من دون ضغوطات قد تفعل شيئا، وبعدين الظروف في مصر مختلفه عن ظروف في بلدان افريقيه اخرى، وبعدين المستويات ايضا عاليه جدا واللاعبين الموجودين من مستوى عالي، فكل هذا امر محفز لمنتخب من حجم الجزائر انه يؤدي بطوله جيده. الحديث عن التتويج والمنافسه يبقى سابق لاوانه، ننتظر بدايه البطوله من اول. طب تعليق حضرتك على مجموعه منتخب الجزائر، السنغال وكينيا وتنزانيا، هل حضرتك شايف ان هي مجموعه سهله ان شاء الله على المنتخب الجزائري ان هو يتخطاها، ولا ممكن تكون في بعض المفاجات في منتخبات كينيا وتنزانيا؟ انا بالنسبه لي السنغال والجزائر هم واقعيا وعلى الورق هم المنتخبين اللي ان شاء الله هيكونوا موجودين في الادوار التاليه. هذا على الورق، ولكن في الكره بالضبط يا كابتن سهل اليوم، وانت تعرف ذلك جيدا يا كابتن. اليوم الكره الحديثه سواء على مستوى افريقيا او العالم باسره لم يعد هناك منطق يحترم. مظبوط. اعتقد بانه الشيء الجديد هذه المره هو انه يتاهل ثلاث افضل منتخبات، الاربعه افضل منتخبات اللي يحتلوا المركز الثالث يتاهلوا للدور الثاني. تقول لي إذا لم تتأهل الجزائر وتونس ومصر والمغرب والسنغال ونيجيريا والكامرون وكوت ديفوار وغانا، ففي الأمر إن يعني في ظل تأهل 16 منتخب من أصل 24، يعني فقط 8 منتخبات يخرجوا من الدور الأول. أعتقد بأن هذا الأمر سيكون مساعد للمنتخبات أنها تبدأ البطولة بشكل جيد، لأنه أتصور بأنه فوز واحد قد يؤهل المنتخب، فوز وتعادل أكيد سيؤهله للدور الثاني. ف الحديث ليس عن الدور الاول، عن دور المجموعات، ولكن عن دور 16. تبدا البطوله ابتداء من دور 16 اعتقد. كابتن حفيظ، من وجهه نظر حضرتك هل شايف ان في او تقدر تقول لي المشاكل الفنيه اللي ممكن تقابل المنتخبات العربيه، مصر وتونس والمغرب والجزائر في الفتره الحاليه وفي البطوله الافريقيه بشكل عام بحكم متابعتك عن قرب لمستوى الفرق؟ شوف، الشيء الجديد هذه البطوله هو انها لاول مره تلعب في الصيف، في شهر 6. اللاعبين الذين يلعبون خارج اوروبا سيجدون صعوبات، اوكي في مصر شويه الظروف احسن، تصور لو راحوا يلعبوا في تنزانيا او في بلد فيه صعوبات شويه، اعتقد بان اللاعبين الذين ينشطون في اوروبا سيجدون صعوبات كبيره جدا في الصيف. فهذه التجربه اولى من حسن الحظ انها ستكون في مصر في ظروف احسن، ولكن اعتقد انه توقيت الملائم بالنسبه للاعبين لما ينهيوا منسوم هو توقيت مثل توقيت بطوله اوروبا للامم وكوبا امريكا وكاس العالم والالعاب الاولمبيه، لما لا البطوله الافريقيه حتى ولو في بعض البلدان فيها شويه حراره، ولكن هذه هي الكره والمنافسه هذه. اعتقد بانه التجربه الجديده ستكون مفيده وقد تعطي لنا شيء مغاير عن الاشياء التي كانت تعطيها لما كانت تلعب في شهر يناير. في صعوبات كبيرة جدا بالنسبة لبعض المنتخبات، صعوبات بالنسبة لبعض اللاعبين خاصة المحترفين الذين يغادرون نواديهم فيضيعون أماكنهم، أتحدث عن اللاعبين المتوسطين، يضيعون أماكنهم، هناك من كان يضيع تماما في نهاية الموسم ولا يعود إلى التشكيلة الأساسية بسبب غيابه لمدة شهر مع منتخب بلاده. أعتقد بأن الأمور مختلفة واللاعبين الآن رايحين لبطولة كأس أمم إفريقيا مرتاحين لأنه ما عندهمش متاعب مع نواديهم،
سيعودون بعدها إلى الأجواء التدريبية في صورة عادية. الثلاثية بالنسبة لرياض محرز مع بيب جوارديولا ومع مانشستر سيتي، هل حضرتك تتوقع تألق رياض محرز في البطولة الأفريقية بعد ما قدم موسم رائع مع مانشستر سيتي، وإن البطولات اللي حصل عليها تكون دافع ليه قوي في البطولة الأفريقية؟ يا ريت يا ريت. طبعا هذا هو المأمول، هذا هو المنتظر، هو معنوياته مرتفعة كثير. اعتقد هذا اللي خلاني ممكن نتحدث لك عن فتره شهر جوان، لانه انا تحدثت معه وقال لي بانه الامر مختلف في شهر 6 مقارنه بشهر 1. الان انا صرت عندي خبره وصرت قائد المنتخب والامور، وبعدين قال لي في مصر الامور مختلفه. انا يقول لي بانه انا عارف بانه يحبوا الكره هناك ويعرفوا الكره والملاعب تاعهم احسن، فكل هذه تدخل في اطار زياده معنويات اللاعب في حد ذاته، كل اللاعبين تقريبا. وبعدين هم متحررين شويه من ضغوطات الاعلام والجماهير، اولا موجودين هنا في قطر، وبعدين بسبب ما يحدث في الجزائر فالضغوطات خفت على اللاعبين شويه بسبب هذا الذي حدث للاعبين في الفتره الماضيه، الضغوطات ايضا خفت عليهم، فهم مرتاحين نسبيا، واعتقد بانه سيلعبون باريحيه. اخيرا تقييم حضرتك لمستوى محمد صلاح بعد موسم مثمر و 97 نقطة مع فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي ولم يتوج باللقب، لكن يعني ليفربول قدر أنه يفوز ببطولة دوري الأبطال، وأيضا هو هداف الدوري الإنجليزي مع ساديو ماني ومع أوبينانج. تقييم حضرتك للاعب المصري محمد صلاح؟ باختصار شديد، هو تأكيد لجدارته ولقوته، تأكيد لموسم ثاني يوصل للمباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا، مركز ثاني في الدوري الإنجليزي ب 97 نقطة كما قلت، لأن المنافس كان مانشستر سيتي والمنافسة كانت كبيرة. تمام. صلاح من أسبوع لآخر، من شهر لآخر، من موسم لآخر، لا أقول بأنه يؤكد بل يتحسن، يتحسن خاصة من الناحية الذهنية، لأنه المهارات الفنية أي نعم موجودة، ولكن ادخل في قوقعة العالمية لما تصنف ضمن الثلاثة وضمن الخمسة الأوائل على المستوى العالمي، فأنت كلاعب راح تدخل في قوقعة أخرى من الناحية النفسية والذهنية اللي تخليك، هو بقى محافظ على هذه الامور، وهذا هو الشيء الجيد في محمد صلاح، ليس فقط مهاراته وفنياته وحسن تموقعه واستغلاله للكرات وللفرص وانسجامه مع فريق ليفربول، ولكن حتى ذهنيته ساعدته كثير، تواضعه ايضا ساعده كثير، كما يقولوا بالمصريين ما يبصش لنفسه كثير يعني، فحاط رجليه في الارض ويشتغل. اعتقد بانه ما حدث هذا الموسم هو تاكيد لقدراته الكبيره جدا واستحقاقه بان يلعب في ليفربول، استحقاقه بان يكون قائدا لمنتخب مصر، استحقاقه بان يكون ضمن الثلاثه الافضل في العالم خلال السنه الماضيه. الله يحفظه والله يطول عمره وربي يوفقه دائما ان شاء الله. كابتن حفيظ بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا على قناه الاهلي، دايما زي ما انا قلت بتمتعنا بتعليق حضرتك المميز دائما.